البنت حياتها بتتغير في وقت قصير جدا في فترة البلوغ، وده بيبقى معاه أسئلة كتيرة جدا. طب نسأل مين؟ ماما؟ اتكسف. هي أصلا ماما ممكن يكون عندها الإجابات بتاعت الأسئلة كلها اللي عندي دي. أقولك على حاجة، أنا أصلا مش قادرة أجمع المعلومات في دماغي عشان خاطر أقدر أقولها لماما. نجمعهم لك إحنا. أمال إحنا بنعمل إيه؟ تعالوا نقول كل الأسئلة اللي ممكن تخطر أو ما تخطرش على بالك في فترة البلوغ. يلا بينا. إمتى بتبدأ ظهور أعراض البلوغ؟ مفيش وقت معين لظهور أعراض البلوغ، بس نقدر نقول إن هي بتبدأ تظهر من 10 سنين احنا طالعين، ولو ما ظهرتش ممكن تتاخر شويه طبيعي. طب امتى نرجع للدكتور؟ نرجع للدكتور لو وصلنا لسن 16 سنه من غير ما تظهر علامات البلوغ. حاسه ان الافرازات زادت اليومين دول يا دكتور، هل ده طبيعي؟ طبيعي جدا، ودي حاجه كويسه لان الافرازات دي بتساعد على حمايه المنطقه التناسليه عندك وتحافظ عليها نظيفه ورطبه. طب يا دكتور انا بلغت والافرازات ما زادتش، هل ده طبيعي؟ برضه طبيعي، في اختلافات من واحده للثانيه، اجسامنا مختلفه. طب امتى تكون الافرازات مش طبيعيه؟ لو في هرش، الم، احمرار، ريحه مش كويسه زي زفارة السمك مثلا، لون الافرازات مش طبيعي او معاها اي اعراض تانية لونها طبيعي. هو ايه اللون الطبيعي يا دكتور؟ شفافة او بتميل للبياض. واقولك على حاجة، ممكن تزيد لزوجته شوية في اوقات معينة من الشهر. طيب لو الافرازات مش طبيعية ده معناه ايه؟ ده في الغالب بيكون معناه ان في التهابات او عدوى. عدوى؟ عدوى زي ايه؟ عدوى زي الكانديدا او فطريات المهبل، ودي لونها بيبقى ابيض وبيبقى كثافتها عاملة زي الجبنة، او التهاب بكتيري وده ريحته عاملة زي ريحة زفارة السمك. دكتور طب الافرازات دي هتجيلي منين؟ انا بنت، انا ما بعملش اي حاجه غلط. ومين قال ان انت بتعملي حاجه غلط؟ مش لازم الافرازات تيجي عشان انت بتعملي حاجه غلط، ممكن الافرازات تكون بسبب النظافه الزايده عن اللزوم، ماشي على طرق غلط في النظافه، او تكون بتاخدي ادويه معينه، او عندك حاله مرضيه معينه. مش كل الالتهابات سببها امراض منقوله جنسيه، ده الاغلب بسبب حاجات زي اللي بقولك عليها دي. عادات غلط زي ايه يا دكتور؟ عادات غلط زي ان انت تستعملي غسول مهبلي. من الاعلانات اللي احنا بنسمع عنها ان انت تستخدمي منتجات تفتيح او منتجات نظافه اكتر من اللازم، او ان انت تستعملي حاجات روايح وتعطير، الحاجات دي كلها غلط. او ان احنا ننظف زياده عن اللزوم، ده برضو غلط. في فيديوهات هسيب لكم لينكاتها في التعليقات هتساعدكم، برضو هيبقى من ضمنها اللينك بتاع فيديو بعنوان العادات الخاطئه، ببص عليه بس بعد ما تكملي الفيديو. طب يا دكتور لو عندي افرازات مش طبيعيه او اي التهاب اللي انت بتقول عليه او قلقانه اعمل ايه؟ هتروحي تكشفي عند دكتوره وهتتعالج، تلاقيش. طب يا دكتور انت اتكلمت على البلوغ، الدوره الشهريه بقى المفروض تنزل امتى؟ من سن 10 ل 16 سنه. طب يا دكتور اعمل ايه عشان تنزل بدري شويه؟ لان في زمايل كتير ليا نزلت لهم الدوره. ما تستعجليش، هتنزل لما جسمك يكون جاهز لده. مفيش اي حاجه نقدر نعملها عشان خاطر تأجل وقت نزولها او تبدر وقت نزولها اول مره. طب امتى احس ان في مشكله؟ لو وصلت ل 16 سنه وما نزلتش عليك الدوره. طب يا دكتور لما الدوره تنزل المفروض استخدم ايه او اعمل ايه عشان انا مكسوفه اسال؟ المفروض تستعملي فوط صحيه، ولما تبداي في السن ده المفروض دايما يبقى معاكي في الشنطه بتاعتك فوط صحيه احتياطيه عشان خاطر ما تتعرضيش لموقف يضايقك وانت في المدرسه. طب دي بنستعملها ازاي يا دكتور؟ الفوط بتبطن ملابسك الداخليه عشان خاطر تحمي الهدوم دي من ان هي يجي عليها دم، بتتغير كل حوالي 4 ساعات. لو اتملت قبل كده بنغيرها قبل كده. اللي بيحصل ان احنا بنلفها كويس وبنحطها في الورقه وبنقفل عليها وبنرميها في المكان المخصص وبنغسل ايدينا كويس وبتحطي مكانها الفوطه الجديده. طيب يا دكتور استعمل انهي نوع؟ لان سمعت ان في براندات كتير وفي انواع مختلفه والكلام ده كله. في انواع كتير قوي من الفوط الصحيه، منها للحساسيه واللي متوسط واللي جديد واللي خفيف وحاجات كده كتير ليها استعمالات مختلفه. انت ممكن تقري عن الموضوع اكتر وممكن تجربي اكتر من واحده لحد ما تشوفي اللي هتستريحي عليها وامشي عليها واستعمليها مفيش مشكله. طب يا دكتور انا بحس ان دورتي مش زي زمايلي. طبيعي مفيش مشكله ان دورتك تبقى غير دوره صاحبتك، بتختلف من حد لحد ويختلف كمان عدد الايام بتاعتها، ممكن تكون مش منتظمه في الاول، دي كلها حاجات ما تقلقناش. طب يا دكتور بحس ان الدم بيبقى زايد شويه في اول يومين عن الايام اللي باقي، طبيعي برده وحاجه ما تقلقناش. طب يا دكتور ازاي اعرف ان الدم طبيعي ولا زايد عن اللزوم؟ طبيعي ان الفوطه الصحيه تتغير كل حوالي 4 ساعات، لو انت غيرتيها بمعدل اقل من ساعتين تعرفي ان احنا كده في مشكله. لو انت بتستعملي فوطتين صحيتين فوق بعض عشان خاطر تمنعي الدم فنعرف كده ان في مشكله. لو الدم بيتسرب ويوصل للملابس بتاعتك برده ممكن يكون في مشكله. طيب يا دكتور الدوره بتتكرر كل قد ايه؟ الدوره في المتوسط بتتكرر كل 28 يوم، في الاول كده وهي مش منتظمه ممكن تتكرر معاكي كل من 21 يوم لحد 40 يوم. صحيح يا دكتور ايه موضوع الهرمونات اللي بيقولوا عليه والكوميكس المنتشره دي؟ في حاجه اسمها متلازمه ما قبل الدوره الشهريه، ودي بتظهر مع التبويض بسبب حساسيه زياده لهرمون اسمه هرمون البروجستيرون، فبينتج عنه شويه اعراض جسديه واعراض نفسيه اللي منها التقلبات المزاجيه اللي هم بيتريقوا عليها. احنا عاملين فيديو كامل اسمه اعراض ما قبل الدوره الشهريه او البي ام اس، هنحط برده لينكاته في التعليقات مع شويه الفيديوهات اللي قلت هينفعوا. طيب يا دكتور الام الدوره الشهريه زياده قوي دي طبيعيه؟ طبيعيه مفيش مشكله، بس لو مضايقاكي او مأثره على حياتك ممكن تراجعي الدكتور، ممكن تبداي تاخدي مسكنات لو مفيش موانع لاستعمالها. في شويه حاجات تانية برده احنا قايلينها هتساعدك على التغلب على الام الدوره الشهريه قبل المسكنات، هنحط برده الفيديو بتاعهم مع الفيديوهات اللي قلنا هينفعوكي في الكومنت تحت. طب يا دكتور احيانا كتير الدوره الشهريه تتاخر، قلنا طبيعي ان هي ما تكونش منتظمه اول البلوغ، وهنحط لك برده فيديو في التعليقات تعرفي فيه امتى لو الدوره مش منتظمة
منتظمه نبدا نراجع الدكتور. طب يا دكتور انا بشوف البنات لما بيبلغوا ثدييهم او صدرهم بيكبر شويه، انا حاسه ان انا صدري صغير عن بقيه البنات وحاسه ان انا عندي مشكله. مش كلنا زي بعض، والنمو الثدي ده بيجي على مراحل مش مره واحده. انت عشان مركزه في الموضوع زياده عن اللزوم فحاسه ده انه حاصل. كلنا مختلفين عن بعض ولازم نتقبل اختلافنا، وتعرفي ان كل واحده جسمها بيبلغ وبيتطور وثدييها بيبلغ وبيتطور غير الثانيه، ولازم نتقبل اختلافنا ده. كمان هحط لكم في التعليقات فيديو عن نمو الثدي عشان تعرفي عن الموضوع اكتر. دكتور بالمره بقى كده حاجه قلقاني بالمره، ايه هو غشاء البقره وهل الدوره الشهريه ممكن تاثر عليه؟ بص يا ستي، غشاء البقره ده هو عباره عن نسيج موجود بعد خمس المهبل من جوه، يعني المهبل اهو لو اعتبره 10 سم فهو 2 سم جوه، وبالتالي هو محمي كويس جدا، ما تقلقيش وما تخافيش عليه. غشاء البقره ليه اشكال مختلفه وانواع مختلفه وحاجات كتير قوي، بس اللي انت يهمك تعرفيه دلوقتي ان هو ما بيتاثرش بالدوره الشهريه، ان هو مش من السهل ان هو يتفض، وان هو ما بيتفضش غير لما تتجوزي ان شاء الله. فما تشغليش بالك ولا تحطي الموضوع في بالك دلوقتي، بس خلي بالك في حاجه اسمها استعدادات الدوره الشهريه وكاس الدوره الشهريه والحاجات دي اوعي تستخدميها، ما ينفعش للبنات عشان خاطر ما ناذيش الغشاء. طيب هل الغشاء ده دليل عذريه او حاجه؟ الغشاء وجوده يدل على العذريه، بس عدم وجوده او عدم ظهور اثاره ده مش دايما يدل ان صاحبته عملت حاجه غلط، فده دليل نفي ومش دليل اثبات زي ما بنسميه. المهم ما تشغليش بالك بالموضوع ده، لو عايزه تعرفي برده عنه اكتر هسيب لكم فيديو في التعليقات مع الفيديوهات اللي قلنا عليها. طيب يا دكتور ايه هو بقى الختان اللي بيقولوا عليه ده؟ الختان ده هو تشويه الاعضاء التناسليه وليه درجات مختلفه واشكال مختلفه، مش صح ان احنا نعمله، وهسيب لك برده في التعليقات فيديو عن موضوع الختان ده. لو عندك اي سؤال اسالي في الكومنتات وهجاوب عليه بنفسي في فيديو جاي ان شاء الله. وهو تنسوا دعاء للوالد بالرحمه والمغفره والجنه.